عودة لحضراتكم من جديد. وطبعا الزواج ده بيبقى العلاقة الأرقى والميثاق الغليظ زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيأكد، وكمان طبعا لازم وجود ثقة وأمان كامل ما بين الطرفين. استمرار العلاقة دي يكون الأساس فيه شعور بالأمان والاحتواء ما بين الزوج والزوجة، تلبية الاحتياجات الخاصة بالطرفين لبعض. بس للأسف في بعض المواقف كده أحيانا ممكن تسبب، نقول إيه، مش اختفاء، اختلال الشعور بالاحتواء ده، وبينتج عنه مشاكل في الحياة الزوجية، ممكن على فكرة تبوظ الحياة بشكل كامل. ده غير طبعا تأثيرها السلبي على الأطفال اللي في الأسرة. علشان كده حابين النهاردة نسلط الضوء على أكتر العلاقات الأسرية نجاحا، إزاي ممكن إنها تبقى ناجحة ما بين الطرفين، كمان إزاي نقدر نتعامل مع المشاكل الحياتية اليومية المعتادة لكن نبقى مختلفين بقى نتعامل معها بشكل إيجابي بحيث ما يأثرش علينا. كل ده وأكتر هنعرفه النهاردة من ضيفتي اللي منوراني، دكتور مير جرجس، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك والتخاطب والاستشارات الأسرية جامعة عين شمس. دكتور ميري، برحب بحضرتك معايا. أهلا بك يا دينا. بصي، المقدمة كانت طويلة بس ده يلخص لك احنا عايزين نروح فين باللقاء ده. أوكي. عايزين نحط أسس السليمة لعلاقة زوجية ناجحة. في ناس تفكر انها العلاقه الماديه او فيزيكال، ايه وجهه نظر حضرتك شايفاه لنجاح العلاقه الزوجيه، العوامل ايه؟ بصي، هي كل العوامل مؤثرة بدقة كبيرة جدا، بس يمكن الطب عندي هي العوامل النفسية اللي دايما بنتجاهلها أو بنحطها على جنب شوية وبنهتم بباقي العوامل، لكن هي أخطر العوامل وهي العوامل النفسية، إن هي المؤثر على الأسرة كلها زي ما حضرتك ذكرتي، سواء على الأطفال أو سواء على الزوج والزوجة. ودايما نحط رقم واحد برضو الاحتمال والقبول. يعني دايما الزوج والزوجة المشكلة بينهم عدم القبول وعدم الاحتمال، وبعد فترة شوية من الزواج بتحصل الكارثة وهو الخرس الزواجي أو التعود أو يعني العقاب، إن أنا أسكت شوية أبعد شوية وفاكر إن ده حل. فكل العوامل دي بتأثر نفسيا بالسلب وبتكبر المواضيع وبتسبب مشاكل أسرية كبيرة جدا. صحيح. فإحنا لازم ناخد بالنا قوي إن إشباع الاحتياجات النفسية وتلبية الاحتياجات النفسية للطرفين دي حاجة مهمة جدا، من خلالها هقدر اني اعرف اتعامل، افهم الشخص اللي قدامي، وعشان افهم الشخص اللي قدامي زي ما قلت لازم اتقبله، ولازم في الاول خالص افهم نفسي انا عايزه ايه من الشخص اللي قدامي. يعني وحته إيه الانانيه بالظبط، انا محتاجه منه ايه، وهل يا ترى ممكن انا اقوم بالدور اللي هو في مره ما قدرش يعمله ولا لا. يعني دايما في الاستشارات الاسريه بنقول خلوكوا يعني في مرونه في العلاقه، يعني بلاش ده دوره ده دورها، لكن مثلا مش ممكن بالسكينة يعني مش بنقسمها بالظبط. يعني الزوجه تعبانه ممكن الزوج يقوم ببعض الحاجات اللي الزوجه كانت بتعملها بالظبط. الزوج مثلا تعبان فممكن الزوجه هي اللي تبتدي ان هي تساعد وتعمل بعض الحاجات اللي الزوج كان بيعملها. فالمرونه دي بتساعد على حاجات كتير. برضو تلبيه الاحتياجات النفسيه، انا عارف الطرف التاني محتاج ايه. يعني الزوجه معروف ان هي بتحب الكلام الحلو، بتحب الاحتواء، بتحب المعامله الكويسه الحلو. بس انا لو شايف ان نجاح المؤسسه دي او العلاقه الحلوه دي، وشايف ان اولادي هيتعلموا وانا قدوه ليهم، انا بقاس اسره تانية. يعني البنت والولد دول كل واحد هيعمل اسره بالزبط. فانا بخلق اسرتين تانيين يا اما يبقوا ناجحين او فاشلين. صحيح. فانا لازم اكون قدوه كويسه جدا علشان هم يتعلموا مني وهيبقوا اسر تانيه، فلازم يتعلموا كل حاجه ايجابيه. برضو قوه الاحتمال، يعني الزوجه دايما كتير بتعترض او بتقول انا تعبت انا مش قادره اكمل. في زوج بقى يحتوي في الوقت ده، وفي زوج يبتدي يقول لها هو انا كمان مش قادر اكمل. فهو ده الاختلاف بين الزوج اللي بيحتوي، هي في الفتره دي محتاجه الاحتواء. فانا فاهم الاحتواء ده بيبقى ازاي دكتور مال؟ بيختلف من حسب سيكولوجيه المراه يعني. طبعا بتختلف من الست، بس دايما يعني منظمه الصحه النفسيه اثبتت ان الحضن او الاحتواء، التعبير عن الاحتواء كاحتضان، ده اكتر حاجه تعبيريه الزوج بيقدر ان هو يعبر بيها عن الاحتواء. في زوجات تانية تقول لك لا، ممكن يعبر عن طريق مثلا انه يجيب لي حاجه بسيطه، ورد، يعبر مثلا
مثلا بقطعه شوكليت يخص بيها، كلمه حلوه، تعبير حلو حتى لو على السوشيال ميديا يعني على الواتساب او اي حاجه، يبتدي ان هو يعبر عن مشاعره. عايزه اقول لك ان كلمه سلم ايديكي الاكل حلو دي بتفرق جدا مع طبعاً الزوجه طبعاً. هي بتبقى قاعده مستنياها يعني هي واقفه طبخه اليوم كله عشان تسمع هي مستنيه الكلمه دي. وممكن تنقصه يعني، هو لو ما قالش تقول له الاكل عجبك فيقول لها كويس، لا مش مستنيه كويس، هي مستنيه المدح او يقول لها عادي اهو اكل اوكي. طب مش عايزه اجيب بجزئيه الحضن، لان في ابحاث كتير طلعت عن اهميه الحضن بالنسبه للانسان. أوكي. يعني اهميه الحضن للاطفال، اهميه الحضن من الزوج للزوجه والعكس، اهميه الحضن ما بين الاصدقاء يعني القريبين من بعض. ايه اهميه الحضن والمعدل قد ايه؟ ولا كده يعني عارفه اللي هو ايه هيبقى تو ماتش او هيبقى زياده عن اللزوم؟ طيب هو الاطفال عامه محتاجين في اليوم 80 حضن. يا نهار ابيض 80؟ طبعا احنا يعني مهما نحطهم على حجرنا ونفضل حضنينهم بقى. لا دايما بنقول للاب والام اتلككي على اي حاجه يعملها حلوه او يعملها وحشه بان انت يعني تدي له الحضن اللي هو انا هحاول تاني. ده لو وحشه لكن لو حلوه انا بحضنه عشان انت برافو وهتعيد السلوك الصح ده تاني. ان هو بيدعم كل الطاقة الإيجابية اللي موجودة في الجسم. وعلميا إن لو الجسم تعبان في أي اضطراب أو في أي إعاقة في الجسد فالحضن ممكن إن هو يرفع من من حاجات معينة في المخ، فيبتدي إن يتم مسكن لبعض الآلام اللي موجودة في الجسم. فدايما بنقول إن ساعات أنا بكون محتاجة حضن ابني، يعني أنا لما بكون ستريس جدا ومتضايقة ومتعصبة لما باخد ابني في حضني أنا بهدى، لأن أنا باخد بشحن منه الطاقة الإيجابية اللي جواه. الطفل بيحتاج احضان كتير، ولما بيكبر بيبقى مراهق، دي مشكله. احنا مش بنحضن اولادنا المراهقين. طب الراجل والست والست محتاجه قد ايه حضن والراجل محتاج قد ايه حضن؟ هي الست من 8 ل 11 حضن. يعني المفروض في اليوم توتال اليوم من 8 ل 11 حضن. دكتور ميري احنا قدامنا على الشاشه التواصل مع حضرتك ومع مراكز دكتور ميري جرجس على فيسبوك. ايه اللي ممكن يكون المراكز بتاعت حضرتك تقدمها للناس من استشاره؟ يعني امتى يلجأوا للاستشاره ويبقى حاجه صحيه وضروريه؟ احنا بنعمل استشارات اسريه يعني بين الزوج والزوجه، بنعمل حاجه اسمها الجلسه الجماعيه. ان احنا بنجيب مجموعه ازواج وزوجات وبنقول خبراتنا لبعض وبنتعلم من بعض، كل واحد بيتكلم عن نفسه. او بقى الاستشارات الفرديه لما بيكون في مشاكل زوجيه او بيكون في انا مش قادر افهمها، هي مش قادره تفهمني، او زي ما قلت بالظبط الخرز الزواجي، عدم القبول الاخر، الخيانه الزوجيه، كل الحاجات دي. فانا لازم اكون فاهم سيكولوجيه الراجل انا كزوجه، والزوج فاهم سيكولوجيه المراه كزوجه، عشان اقدر اني اتعامل. لازم اقبل، وكمان عندي مشكله ان انا مش فاهمه نفسي. يعني كمان في الاستشارات الاسريه بدي ازاي ان انا افهم نفسي انا كزوجه، ازاي ابقى واثقه في نفسي. يعني بتحصل مشاكل كتير، الزوجه بتبقى حلوه جدا وجميله وناجحه جدا في حياتها، بس هي ما عندهاش الثقه بالنفس. الزوج مثلا بيبتدي ان هو يرتاح بره مع ناس مع كتير بره، بس هو مش مرتاح في البيت، فاحنا بنبتدي ان احنا ندي كورسات علشان نقدر ان احنا نفهم بعض. استجابه الحالات للتماثل، عايزه اقول الشفاء، والشفاء ده مش حاجه يعني مبالغ فيها، ده هم العلاقه الزوجيه عيانه وطريقه الشفاء وهو الاستشاره. لاي مدى الاستشارات دي ممكن تنجح علاقه زوجيه يا دكتور؟ لا بنسبه كبيره صدقيني خالص. الاستشارات الاسريه دي بجد سر نجاح حاجات كتير قوي في العلاقات الاسريه، لاني بفهم حاجات كتير. انا يمكن زمان ما كناش بنتكلم في بعض التفاصيل، خلتنا مش فاهمين حاجات كتير. فانا ممكن اكون بتكسف من حاجات، مش فاهم حاجات، مش قابل حاجات، مش حاجات مش واضحه ليا، مش قادر نازل عن بعض الحاجات، مع ان الحاجات دي لو انا عملتها هيسبب نجاح لحاجات كتير وهدوء للبيت. برضو العصبيه والنرفزه والصوت العالي ده بيدمر حاجات كتير طبعا. فانا لو قدرت ان يكون عندي اتزان انفعالي وقادر ان انا اعرف افكر واخد القرار الصح في الوقت الصح، فده هيسبب نجاح طبعا. والعلاقه نفسها الاسريه تنجح هتختلف. ويعني اقول لكم ايه، بشكر طبعا دكتور ميري جرجس استشاري الصحه النفسيه وتعديل
السلوك والتخاطب والاستشارات الأسرية جامعة عين شمس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وبالنصايح الغالية قوي اللي دكتور ميري قالتها لنا النهاردة، بنتمنى أن أي حد يبدأ يلاقي بعض المؤشرات على أي حاجة مش صحية في العلاقة الزوجية يستشير. العالم كله بقى فيه ماريج كونسلر أو المستشارين الخاصين بعلاقة الأزواج مع بعض. بشكركم شكرا جزيلا انكم تابعتونا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه يا رب على كل خير. باي.